إن شاء الله اللي هبدأ النهاردة هتكلم عنه. بنتكلم عن إيه؟ Tutorial 2 في مادة الـ Highway and Airport Engineering. أول حاجة بنتكلم عنها هنا النهاردة حاجة اسمها Horizontal Alignment. الموضوع ده ببساطة إيه هو؟ دلوقتي خلينا نتخيل الموضوع ده ببساطة. إن أنا هو بيقول لك إن الـ Horizontal Alignment ده عبارة عن Straight Sections، يعني Sections Straight Connected by Horizontal Curve، متصلة بكيرفات، يعني Section Straight ومتصل بكيرف، بعد كده سيكشن ستريت ومتصل بكيرف وهكذا. طب ايه الفكره اصلا في الموضوع ده؟ خلينا نتخيل ان ده طريق. ايه اللي يمنع الطريق ده مثلا ان انا اقول ان انا الطريق ده هيمشي لاين اي تو لاين زي ستريت كده، مش هعمل ايه الكيرفات ده؟ ليه اصلا بلجا للموضوع ان انا اعمل الكيرفات، او ايه الفكره عامه؟ طب ليه ما اعملش الطريق ده ستريت كده؟ اول مشكله بتقابلني ان وليكن ده هنا مبنى وهنا مبنى تاني، هل ان انا تكلفه ان انا اخد يعني قرار اجيب قرار ازاله للمبنى ده تمام او المبنى ده واشتري ملكيه الارض والكلام ده ارخص، ولا ان انا ابعد بالطريق عن المبنى؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، وليكن ان السويل هنا او السويل هنا فيها مشكله، نتيجه مشكله السويل دي او السويل ضعيفه، هتلاقي بعد كده لما هنيجي نتكلم عن الجزء بتاع البيفمنت ديزاين هتلاقي ان انت الكوست بتاع تكلفه الانشاء لو السويل هنا ضعيفه او السويل هنا ضعيفه، هتلاقي ان تكلفه الانشاء الطريق نفسه في بالطريقه دي الكوست بتاعته عاليه جدا. تالت حاجة، ليه بعمل برضو ايه سبب موضوع الكيرفات ده في الطريق؟ قال لك بناء على statistics، لو انت ماشي على طريق ومشيت مسافة ازيد من 5 كيلومتر والطريق ده كله ستريت ما فيهوش كيرفات، بتلاقي ان السواق نفسه درايفر بيفقد تركيزه، يعني تلاقي ان انت نفسك مش قادر تركز في، يعني زي بتسرح لان الطريق هو ماشي ستريت مش هيبقى في حاجة، لكن وجود الكيرفات ده بيشد انتباهك كل شوية. فلك ما ينفعش ان احنا نعمل ازيد من 5 كيلومتر جزء من سكشن من الطريق يكون ازيد من 5 كيلومتر يكون ستريت، لا لازم يكون ايه في كيرفات. دي الفكره ببساطه، ليه بعمل ايه؟ ليه بعمل الهوريزونتال الاينمنت؟ عندنا كذا نوع من الكيرفات. اول نوع حاجه اسمها سمبل هوريزونتال كيرف، ده عباره عن تانجنت بعد كده كيرف بعد كده تانجنت عادي. عندنا حاجه اسمها بروكن باك كيرف. بروكن باك كيرف ده كل فكرته ان لو تلاحظ السيركل، لو تلاحظ الكيرف ده معمول من ريديوس اللي هو هنا هنا السنتر بتاعه، والكيرف التاني هنا برضو ايه السنتر بتاعه، هو كيرفين الريديوسز بتاعتهم مختلفة، الار مختلفة لكن معمولين من نفس السنتر لاين. نيجي عندنا حاجة اسمها كومباوند كيرف. الكومباوند كيرف ده كيرفين الريديوسز بتاعتهم مختلفة، الار هنا غير الار هنا، والسنتر لاينز بتاعتهم مختلفة، هنا ده السنتر لاين وهنا ده السنتر لاين. بعد كده عندنا حاجة اسمها ريفرس كيرف، ان كيرفين عكس بعض. الريفرس كيرف ده يا اما ويست تانجنت يا اما كيرف وبعد كده في تانجنت في النص وبعد كده كيرف التاني، يا اما وزاوية تانجنت، ان الكيرفين معمولين ورا بعض. كل فكرة ريفرس ان هنا الريديوس بيكون في اتجاه والريديوس بتاع الكيرف التاني بيكون في الاتجاه التاني وهنا هكذا. اخر حاجة اسمها سبايرال كيرف. ايه السبايرال كيرف ده؟ السبايرال كيرف ده ببساطة انا كل مبدئيا انا كل اللي هيهمني من الكلام ده هيهمني السمبل هورزونتال كيرف وهيهمني اللي هو ايه السبايرال. باقي الحاجات دي مش هنهتم بدراستها اصلا. طب السبايرال ايه السبايرال؟ خلينا نتخيل كده لو انت ماشي على الطريق كده تمام، الطريق ده ستريت وفجاه لقيت كيرف حاجه بالمنظر ده، ايه اللي هيحصل؟ عربيتك دي وهي ماشيه تروح مكمله ايه خارجه بره الطريق. طب ليه خرجت بره الطريق؟ يعني ايه السبب العلمي لكده؟ احنا اتفقنا او خلينا نتفق على مبدا ان لو ده ريديوس مثلا بخمسة، ده ريديوس ب10، ده ريديوس ب20، ده ب30، ده ب40، ده ب50، ده ب60، ده ب70، كل ما بتزود الريديوس بتاع الكيرف كل ما يميل لانه ستريت لاين. فانتهينا من المبدا ده ان لو لاين ستريت خالص يبقى ده الريديوس بتاعه بيساوي ايه؟ انفينيتي. حلو؟ جميل. طب ايه السبب العلمي؟ لو لاين ستريت خالص او اللي هو تانجنت او التانجنت ده او الريديوس بتاعه بانفينيتي، جميل. السبب ان العربيه خرجت ان اللاين ده او الجزء ده تانجنت فالريديوس بتاعه بيساوي انفينيتي. طب والكيرف ده؟ الكيرف ده وليكن الريديوس بتاعه ب20. تغيرك فجاه من الريديوس ابو انفينيتي الريديوس 20 ادى ان العربيه ايه خرجت بره ايه مسار الطريق. طب اذا ايه العمل؟ قال لك خلاص يبقى العمل ان احنا نعمل كيرف، يعني ده الريديوس ابو انفينيتي ودوت الريديوس وليكن ابو 20. قال لك هتعمل كيرف يوصل ما بينهم. ايه وظيفه الكيرف ده؟ قال لك الكيرف ده بيكون دي خصائص مختلفه خالص. ايه هي؟ ده عايز يوصل من الريديوس انفينيتي الريديوس مثلا وليكن ب 20، فقال لك بنستخدم حاجه اسمها سبايرال كيرف. سبايرال كيرف ده اول نقطه ليه او اول ميزه ليه ان هو الريديوس بتاعه متغير، يعني الريديوس بتاعه هنا هيبدا بايه؟ بانفينيتي،
هنا يبقى 100,000، هنا يبقى 10,000، هنا يبقى 5,000، 4,000، 2,000، 1,000، 900، 800، ما اعرفش ايه، يقعد الريديوس يلا لحد ما يوصل ايه لل 20. فدي اول ميزه ليه، ان الريديوس بتاعه بيتغير على ايه، على مدار القطاع. كده اتفقنا، دي اول ايه، اول فايده لموضوع سبايرال كيرف. وفي حاجات فوائد تانية بس هتكلم عليها لما اجي اتكلم عن نقطه سبايرال كيرف ايه بالتفصيل. تعالى نتكلم على السيمبل هوريزونتال كيرف، الكيرف السيمبل خالص. ايه هو؟ قالك في نقطه عندنا اسمها اوريجين، وده الريديوس. الزاويه دي بنسميها سنترال انجل او ديفليكشن انجل، دي الدلتا. بعد كده عندي ده الكيرف نفسه، لو خدت تانجنت للكيرف نفسه ده بنسميه تانجنت، اللي هو المسافه من هنا لهنا، ولو خدت تانجنت من اخر الكيرف ده برضو ايه المسافه دي، ده بنسميها تانجنت، المسافه من هنا لهنا. النقطه اللي بيتقاطعوا فيها دي اسمها بي اي، بوينت اوف انترسكشن. النقطه اللي بدا عندها كيرف اسمها بي سي، بوينت اوف كيرف، او بي سي بيجيننج اوف كيرف. النقطه الاخيره في الكيرف اسمها بي تي، بي تي بوينت اوف تانجنت، يعني ان الكيرف خلص والتانجنت هيبدا، او اي سي او اند اوف كيرف. المسافه من هنا من لحد هنا بنسميها كورد، الديستانس من هنا لهنا بنسميها الميدل اوردينت، الديستانس من هنا لهنا بنسميها اكسترنال ديستانس. دي كل ايه، دي كل خصائص الكيرف اللي موجود عندنا. تعال نتكلم عنهم كل واحده واحده. دي البي سي بوينت اوف كيرف، البي تي البوينت اوف تانجنسي او اسمها الاي سي الاند اوف كيرف، بعد كده البي اي البوينت اوف انترسكشن، بعد كده الدلتا دي اسمها سنترال انجل او ديفليكشن انجل. تمام. بعد كده عندنا ال اللي هو ده اللينس بتاع الكيرف، اللي هو المسافه من هنا لهنا على مسار الكيرف كده. بعد كده عندنا التي ده التانجنت، اللينس اللي هو المسافه من بوينت اوف كيرف لحد البوينت اوف انترسكشن، او من بوينت اوف تانجنت لحد البوينت اوف انترسكشن. بعد كده عندنا الار ده الريديوس بتاع الكيرف نفسه، عندنا الاي اللي هي الاكسترنال ديستانس اللي هي من هنا لهنا، وعندي الام اللي هي الميدل اوردينت اللي هي الديستانس دي، والسي اللي هو الكورد اللي هو ايه المسافه ايه من هنا لحد ايه هنا. جميل، دي كل خصائص الكيرف. الكيرف ده بكل بساطه ممكن اجي اديك مثلا كيرف واجي اقول لك احسب لي اللينس، اللينس بيساوي 2 باي ار دلتا على 360، الكورد لينس اللي هو هنا ده 2 ار ساين دلتا على الاثنين. الحاجات دي هتجيلك في هتبقى موجوده ليك فورمولا شيت اللي هي القوانين اللي انا بقولها دلوقتي. التي ده اللي هو التانجنت اللي هو الار تان دلتا على الاثنين، الحاجات دي احنا ممكن نستنتجها اصلا. لو الانجل هنا، الانجل هنا بدلتا ودي مقسمها نصين، فدي تبقى دلتا على الاثنين. لو جيت اقول مثلا تان دلتا على الاثنين هتساوي اوبوزيت، اوبوزيت اللي هو ايه بالنسبه لي يعتبر ايه اللي هو التانجنت، ادي التانجنت، على ادجيسنت اللي هو الادجيسنت ده اللي هو ايه اللي هو هنا ايه ده اوبوزيت على ادجيسنت اللي هو الجزء ده اللي هو الايه اللي هو الار اصلا، فتي اوفر ار، هتلاقي ان تي بتساوي ار تان دلتا على الاثنين. وهكذا نقدر نستنتج الكورد لينس بنفس الطريقه، ان الديستانس دي هتساوي ار دلتا على ار ساين دلتا على الاثنين، والديستانس وعشان اجيب الديستانس كلها بضربها في اثنين، وكل اللي بقيه الرولز دي نقدر نستنتجها بكل بساطه. المهم بعد كده الاي الاكسترنال ديستانس اللي هي المسافه قلنا ايه من هنا من النقطه دي لحد النقطه بتاعت الانترسكشن، اعلى نقطه في الكيرف لحد الانترسكشن، والام الميدل اوردنت اللي هو المسافه من اعلى نقطه في الكيرف لحد ايه كورد لينس، وكل الدلتاز كل الانجلز اللي موجوده او الدلتا دي المفروض تكون ايه بالديجريز، لو هي بالريديان المفروض تحولها. بعد كده ده كده اتكلمنا عن كل خصائص الكيرف. عندنا حاجه اسمها ديجري اوف كيرف. ايه الديجري اوف كيرف ده؟ في حاجه اسمها ارك ديفينيشن، في حاجه اسمها كورد ديفينيشن. مش هيهمني كورد ديفينيشن، هيهمني حاجه اسمها ارك ديفينيشن. الموضوع بكل بساطه بيقول لك ايه، بيقول لك لو عندك كيرف كل 100 فيت على اللينس في الكيرف بيساوي 1 ديجري. يعني لو عندي كيرف مثلا ب 500 فيت ده بيساوي ايه 5 ايه، يبقى ده الكيرف بتاع الكيرف بتاعي من الايه الفيفث ديجري. الموضوع بكل بساطه ان ال 100 فيت ده هيساوي ايه 30.48 متر، فاللينس بتاع الكيرف ده اصلا هيساوي الار الريديوس في الديجري بتاع الكيرف. من خلال الكلام ده اللي هيهمني القانونين دول محتاج اكيد دول المفروض تكون عارفهم، ان الديجري في كيرف بيساوي 1746 بيساوي 1746.54 اوفر ار، الدي ده اللي هو الديجريز، الار ده بالمتر، وهنا نفس الكلام هيساوي ده اوفر ار، الدي بالديجريز والار ده ايه بالفيت. الموضوع انا بكل بساطه ان انا لو اديتك مثلا كيرف واديتك الريديوس بتاعه، بمجرد ما هتاخد الرقم ده تقسمه على الريديوس هتعرف الديجري بتاع الكيرف.
طب الرقم ده جه منين؟ الرقم ده هو ما يقول لك conversion، ان انا بحول من الفيت لمتر وبحول الانجل اخليها تتحط بالديجري، فضربتها في باي اوفر اي 180. طب جميل، طب خلصنا الكلام ده، تعال ناخد اكزامبل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك for a curve of 130 degree deflection angle، يعني الدلتا ب 130 degree and radius of 200، find the following. عايز اللينس اوف كيرف، الديجري اوف كيرف، الكورد لينس، التانجنت لينس. فهنا اول حاجه عايز اجيبها، هنا اول حاجه عايز اجيبها اللينس اوف كيرف. هنا اللينس اوف كيرف هيساوي 2 باي ار دلتا على 360، 2 باي الار ب 200، الدلتا ب 130، ونعوض دايركت جبنا الرقم ب 253 متر. بعد كده الديجري اوف كيرف اللي هو 1746.54 على الار، الرقم ده عشان انا شغال ايه، شغال الار بالمتر، لو الار بالفيت كان بيبقى لي رقم تاني. اديني 8.7. بعد كده كورد لينس 2r ساين دلتا على 2، عوضت دايركت. اجي تانجنت لينس r 10 دلتا على 2، عوضت برضو دايركت جبت الرقم. اجي الاكسترنال ديستانس هي r sec دلتا على 2 ماينس 1 200، السك دي كانت تقريبا 1 اوفر كوزاين، فقلت 1 اوفر كوزاين 65 ماينس 1 وضربتها في ال 200 ادتني رقم. اخر حاجه الميدل اوردينت، عوضت القانون وبنعوض دايركت. تمام كده خلصنا ايه اول مساله. بعد كده انا عشان اصمم اي هوريزونتال كيرف انا عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها مينيمم ريديوس وعندي حاجه اسمها سايد ديستنس. في ثلاث حاجات بحتاجهم عشان اصمم، دول اول حاجتين فيهم عشان اصمم اي هوريزونتال كيرف. ايه المينيمم ريديوس والسايد ديستنس؟ تخلينا نشرح الاول ايه المينيمم ريديوس. قال لك الار مينيمم بتساوي يو سكويرد على 15 اف باس او ماينس الاي، هنا لو الفيلوسيتي بالمايل بير اور، وهنا لو الفيلوسيتي اللي هي اليو بالكيلومتر بير اور. الموضوع ببساطه خلينا نشرحه دلوقتي. خلينا نتخيل لو انا عندي طريق، الطريق ده ماشي ستريت، وفجاه لقيت كيرف بالمنظر ده. لو انت هنا ماشي على سرعه 110 ايه اللي هيحصل؟ هتروح خارج بره ايه، بره الطريق خالص. طب خلينا نتخيل نفس الموقف تاني ونفس الكيرف تاني، بس انت هنا ماشي على سرعه 10، ايه اللي هيحصل؟ هتعرف تاخد الكيرف عادي، مش هيبقى فيه مشكله. اذا في علاقه ما بين السرعه بتاعتك والريديوس بتاع ايه، بتاع الكيرف اللي موجود. هي دي العلاقه. قال لك ان الار مينيمم بيساوي يو سكويرد على 15 اف بلس الاي، اليو هي الفيلوسيتي مع السرعه اللي موجوده، الاف دوت. قال لك ايه؟ قال لك ده كوفيشنت اوف فريكشن، ده الفريكشن كوفيشنت غالبا بيكون جيفن، بيتقال لك عليه في السؤال ده كذا. حلو. الاي دي السوبر اليفيشن. ايه السوبر اليفيشن؟ احنا اتفقنا ان انا لو جيت خدت سيكشن في الطريق عند مكان مكان الكيرفات نفسها، مكان الهوريزونتال كيرف نفسه، بتلاقي ان الطريق رافع كده، بيرفع عشان يعمل إيه؟ طب ايه السبب ان هو بيرفع كده؟ لان انا عند لو جينا مثلا ادي ده الطريق، جيت خدت سيكشن هنا، السيكشن ده هنا هتلاقيه، هتلاقي ان الشكل مثلا وليكن هوريزونتال. لو جيت خدت سيكشن هنا بالمنظر ده، هتلاقي ان ايه، هتلاقي ان الطريق نفسه رافع مايل حاجه بالمنظر ده. ايه الفكره ان هو مايل حاجه بالعربيه بتاعتك انت ماشي هنا؟ ايه الفكره؟ الفكره ببساطه ان هنا في قوه طرد مركزيه عايزه ترميك بره الكيرف، فنتيجه الميله دي بخلي مركبه وزن العربيه اللي هي نازله لتحت مع الميل، بخلي مركبه وزن العربيه تشتغل عكس ايه، عكس السنترفيوجال فورس او قوه طرد المركزيه، فبالتالي بحافظ على التوازن كاني ماشي على اي جزء ستريت خالص، مفيش ايه، مفيش اي قوه زياده بتاثر عليه. الموضوع ببساطه ان احنا اتفقنا ان احنا خلاص. طب اذا يبقى اذا في علاقه ما بين السرعه والريديوس بتاع الكيرف. قال لك ايه؟ قال لك قول لي الكوشن دي ببساطه، قال لك قول لي انت مثلا عايز تصمم الطريق على سرعه كام؟ وليكن انا قلت لك عايز اصمم الطريق على سرعه 200 كيلومتر بير اور. خلاص عايز تصمم الطريق على سرعه 200 كيلومتر بير اور، هديك الار مينيمم. ايه الار مينيمم؟ ده المينيمم ريديوس اللي تبقى موجوده على على مسار الطريق كله. يعني الطريق طالما انت عايز السرعه معينه بتاعته، الريديوس بتاع الطريق ما ينفعش يقل عن الكلام ده. يعني لو ده مثلا طريق دائري وعايز اصمم على سرعه 90، يبقى ما فيش اي ريديوس على الطريق الدائري ينفع يقل عن الايه، الار مينيمم اللي هو ايه اللي موجود عندنا ده. ايه ده؟ الموضوع ببساطه. فبالتالي اول حاجه عندنا حاجه اسمها ايه، المينيمم ريديوس اللي هو بيعتمد على ايه، على السرعه اللي موجوده عندك. جميل. طب قال لك في حاجه تانية لازم نعملها ايه، بن ساتسفاي برضو حاجه تانية. ايه هي؟ قال لك حاجه اسمها سايد ديستنس ان ايه، هوريزونتال كيرف. ايه السايد ديستنس والهوريزونتال كيرف؟ الموضوع ده ببساطه ان انت وانت ماشي على اي طريق المفروض تبقى شايف مسافه رؤيه معينه، وما يبقاش في مبنى موجود في المسافه دي بيعيق رؤيتك. فبالتالي ده اللي احنا ترجمناه فيما بعد الحاجه بنسميها احنا هنا بالبلدي حرم الطريق. ايه حرم الطريق؟ بيقول لك في مسافه اسمها ام، اللي هي المسافه دي
قال لك المسافة دي من سنتر لاين الحارة الداخلية لحد ايه البوردرز بتاعت ايه المبنى. قال لك المسافة ام دي لازم تكون دايما فاضية، دي حرم الطريق بحيث ان احنا ما تعملكش مشكلة دي، سواء ان انت عايز توسع الطريق فيما بعد او عشان تحقق لك ايه مثلث الرؤية ده دايما ما يكونش عندك فيه مشكلة. الموضوع ببساطة قال لك الام دي المسافة دي، ده الطريق ده مثلا، وليكن الطريق ده الطريق ده حارتين، ادي دي حارة ودي دي الحارة التانية، تمام. الام دي قال لك ايه، قال لك دي حارة ودي حارة تانية، ده سنتر لاين الطريق. يعني انا لو اديتك ريديوس بتاع الطريق، هو الريديوس بيكون محسوب ايه لحد سنتر لاين الطريق ده اللي هو الار. قال لك ايه، قال لك الام ده اللي هو ايه، اللي هو اللي يعتبر الام ده اللي احنا المفروض هنسميه الكليرنس ديستانس، او الديستانس اللي انا المفروض افويد اي بيلدينج يكون موجود ليها، او الديستانس اللي بتحقق الستوبنج سايد ديستانس على ايه، على اي كيرف. قال لك الام دي بتساوي ار في 1 ماينس كوزاين سين اس على باي ار. خلينا ولكن دي نسميها ار 1 ودي ار 1 ودي ار 1. ايه بقى الار 1 دي؟ قال لك الار 1 دي دي مسافه محسوبه من سنتر لاين الطريق عادي، السنتر لاين اللي اتعمل منه الار ده والار ده، بس الفكره ان الار دي المسافه لحد سنتر لاين الحاره الداخليه، بمعنى ان لو عايز سنتر لاين الطريق كله، يعني مثلا ايه، خلينا نلغي الكلام ده، لو انت عايز هنا مثلا دي المسافه من هنا لهنا ديت اسمها ايه، ار 1. طب المسافه من هنا لحد سنتر لاين الطريق نفسه ديت اسمها ايه، الار اللي هي العاديه بتاعتنا اللي هي الريديوس بتاع الطريق. يعني انا لو اديتك طريق وقلت لك الريديوس بتاعه مثلا ب 500، ده خلاص انت عارف ان الريديوس لحد سنتر لاين الطريق كله. طب الار عايز احسب الام اللي هي الايه، الام اللي هي المسافه كليرنس ديستنس دي، احسبها ازاي؟ عايز احسب الار واحد عشان اعوض في الايكويشن. يبقى الار واحد دي لو انا معايا الار بتاع الطريق كلها مثلا ب 500، يبقى الار واحد دي بتساوي ايه؟ لو الطريق ده حارتين يبقى الار واحد دي هتساوي الار كلها، مش الار كلها اللي هو من هنا لحد سنتر لاين الطريق كله، يبقى اذا هتساوي الار كلها ماينس المسافه الصغنطوطه دي. المسافه الصغيره دي اللي هي تعتبر ايه، دي كلها عرض حاره ديت اللي هي بنسميها لين ويتس. طب ده نص ايه، نص حاره. يعني اذا هخصم من الار اللي هي دي، هخصم منها نص حاره اللي هي ديستنس دي، فاول ار ماينس اللين ويتس هي على الاثنين. طب ده لو الطريق مثلا بنتكلم، لو الطريق ايه، لو الطريق حارتين. طب تعالى ناخد نفس الكونديشن ده لو الطريق مثلا 4 حارات. يعني خلينا انا اتخيل الموضوع ان انا الطريق ده ما ادسهولكش تو لينز وقلت لك الطريق ده 4 حارات. لو الطريق ده 4 حارات هيبقى حاجه بالمنظر ده، ادي دي حاره، التانيه، التالته، الرابعه، حلو. ودوت المبنى بتاعك، ودوت ايه السنتر لايني، الحاره الايه، سنتر لاين الحاره الداخليه بتاع الطريق. قال لك المسافه الام دي محسوبه من سنتر لاين الحاره الداخليه لحد المبنى، دي المسافه ام، وليكن ان هنا السنتر لاين هنا ايه، دي ديستانس ايه اسمها ايه، ار 1 اللي هي اللي في الايكويشن. طب والمسافه من هنا، طب وسنتر لاين الطريق كله لحد نص الطريق، يعني اللي هو من هنا لحد اطلع في نص الطريق اللي هو حارتين، يعني هنا، يعني اذا الديستانس دي اللي هي الايه، الار. لو عايز احسب الار 1 هنا هتقول ار 1 بتساوي الار دي ماينس هنا حاره، مش دي لين ويتس، وهنا ايه، نص حاره، هيبقى الار كلها ماينس حاره ونص، صح؟ اللي هو ايه، 1.5، اللينس ايه، اللينس بتاع الويتس بتاع الايه، بتاع الحاره، ان انا طرحت من الار الكبيره دي حاره ونص. جميل، ده الموضوع ببساطة. لو 5 حارات أو أي حاجة أنت تقدر تتخيلها، الأر دي أنا سميت الأر دي خليتها دي هنخليها أر واحد بحيث إن إحنا ما نتلخبطش بعد كده، يعني دي دايما مثلا نخلي دي اسمها أر واحد ودي اسمها أر واحد. يبقى إذا طب الإيكويشن دي المجهول فيها هي الأر واحد وفي الإس. قال لك إيه الإس بقى؟ قال لك الإس دي بتكون يا ستوبنج أو باسنج. لو قال لك إن الطريق ده تو واي تو لين، فالطريق ده اتجاهين ورايح جاي، فبالتالي في باسنج سايد ديستنس زي ما كنا بنتكلم السنه اللي فاتت، فخلاص هتحسب الاثنين وتاخد ايه، الاكبر. طب ما جابش سيره ان ده تو واي او حاجه، قال لك ده تو لين بس، وما قالكش ان هو ما قالش كلمه تو واي تو لين، خلاص يبقى ده ما عندكش غير ستوبنج سايد ديستنس. طب لو قال لك احسب لي لو قال لك مثلا احسب لي الام اللي بتساتسفاي، او احسب لي اقصى مسافه مثلا بتساتسفاي الستوبنج سايد ديستانس على الهوريزونتال كيرف، يبقى انت مش محتاج تحسب غير ايه، ستوبنج سايد ديستانس اللي هي ايه، وهي دي بس.
طب خلاص، طب خلصنا الكلام ده، هل الكلام ده تقريبا ايه واضح. بعد كده في حاجة هنا بسيطة عايزين نتكلم عليها، هنا الفكرة نفسها، بس الفكرة ايه، بتطور زيادة شوية. خلينا ايه نتكلم دلوقتي، انت دي المسافة ام، صح؟ يعني دي، لا انا كأني واخد سيكشن جوه الطريق، يعني ادي ده الكيرف مثلا هوريزونتال، وده المكان اللي انا فيه، وكأني قاطع واخد سيكشن كده وقاطع الطريق نفسه. هتلاقي ان دي المسافة الام، وهنا دي الديستنس من هنا لهنا، ده اللي هو اللين ويدث، ده اللي هو نص حارة، اللي هو اللين ويدث على الاتنين. دي النص حارة اللي هي ايه، اللي هي طب دي اللي هي اصلا المسافة دي فين، من اللي هي ايه، لو ده السنتر لاين بتاع الطريق فهي من هنا لهنا، دي اللي هي نص حارة، صح؟ مش الام دي عبارة عن المسافة دي كلها، فعبارة عن نص حارة زائد مسافة تانية. قال لك المسافة التانية دي، ده هنا ايه الويدث بتاع ايه الشولدر، دبليو اي شولدر، ده الايه، ده المسافة الام. يعني انا ممكن اديك مسألة، واديك الطريق عادي، واقول لك احسب لي الام دي وقارنها لي، هل دي بتساتسفاي بتساتسفاي الكليرنس، هل المسافة دي سيف ولا ان سيف. فبالتالي هتيجي تلجأ هنا للايكويشن، هتحسب الار واحد، هنحسب الام كلها، وقارن الام دي بالام ايه اللي هي ايه اللي طلعت لك من الجيومتري. لو الام اللي طلعت من الجيومتري هي اقل من الام اللي هي ريكوارد، خلاص يبقى سيف، لو اكبر تبقى ان سيف. طب ماشي، ده ان كيس ان انت المبنى او الابستراكشن اللي موجود مش ده المبنى، لان هو ده المبنى، المسافه الام من هنا لحد سنتر لاين الحاره الداخليه هي دي الام. طب ده لو المبنى ثابت، قال لك ممكن بقى يجي يلعب، اخلي لك المبنى ده نفسه، اقول لك جبل مثلا، فاصبحت دي المسافه ام. طب لو عايزين نحسب المسافه ام دي عشان نعرف هي سيف ولا ان سيف، خليني ان انا طبيعي المساله زي دي بقول لك ايه، بديك المسافه دي، يعني هقول لك الميل ده ان الى واحد مثلا، وليكن ان الديستنس دي هنسميها واي، فالديستنس دي هتبقى اسمها ايه، لو دي ان الواحد اللي هو السلوب، فالمسافه دي هيبقى اسمها ان واي، صح؟ المساله دي مش هيكون جيفن ليك فيها غير السلوب بتاع ايه، بتاع الجبل نفسه اللي هو الان. جميل. طب المسافه من هنا لهنا دي اسمها ايه، دي اسمها دبليو شولدر، المفروض هتكون عارفها. طب المسافه من هنا لهنا ديت اللي هي اللين ويدث سي على الاثنين. جميل. يعني لو عايز احسب الام، الام دي هتساوي ايه، اللين ويدث على الاثنين زائد الدبليو شولدر زائد الان واي. طب اللين ويدث على الاثنين معايا، الدبليو شولدر معايا، الان معايا، الواي دي معايا، لا الواي دي مش معايا. طب عايزين نحسب الواي دي، احسب الواي دي، الواي دي عباره عن ايه اصلا؟ قال لك ايه، قال لك انت لما بنيجي يكون في جبل او حاجه، بقت الارتفاع اللي بتحسب عليه، يعني هنا الام دي مش الام هنا، زي الام هنا، زي الام فوق خالص، زي الام تحت خالص، في كل الاماكن واحده، لان المبنى ايه طالع بارتفاعه ثابت. طب هنا ده جبل، ده جبل جاي بسلوب معين، يعني الام هنا تحت غير الام فوق غير الام عند كل مستوى مختلفه. قال لك بنحسب حاجه اسمها اتش افريج، اللي هي الفيرتيكال ديستانس. الاتش افريج دي بتجيب الام الموازيه ليها. طب ايه الاتش افريج؟ قال لك الاتش افريج عباره عن درايفر اي ليفل، مستوى عين السواق، وده اللي هو كان ب 1.05، والمفروض هيبقى جيفن ليك، زائد الاوبستراكشن هايت. هو يقول لك الاوبستراكشن هايت مثلا ايه، بربع، بنص، ايا كان هو بكام، على الاثنين، ده زائد ده على الاثنين يديك الاتش افريج اللي هي ايه دي. المفروض الكلام ده جيفن، هتعرف تحسب الاتش افريج. لو تلاحظ ان عشان احسب الام كل حاجه معايا ما عدا الواي، الواي هي المجهوله. طب الواي دي عباره عن ايه؟ مش الواي دي عباره عن فيرتيكال ديستانس اللي هي من هنا لهنا، زائد الفيرتيكال ديستانس اللي هي دي، اللي هو من اللاين ده، امتداد اللاين ده اللي هو من هنا لهنا، زائد الفيرتيكال ديستانس اللي هي من هنا لهنا. مش لو انا جمعت الثلاث مسافات دول هو ده الواي؟ خلاص. طب تعالى الاتش افريج احنا عارفين هنجيبها من القانون، طب الديستانس دي هجيبها ازاي؟ مش دي لين ويدث على الاثنين، الديستانس دي لين ويدث على الاثنين، وده ده اصلا ايه؟ مش ده اصلا ده الطريق نفسه؟ مش الطريق نفسه ده ليه، مش الطريق ده عند كيرف ليه اي اللي هو السوبر اليفيشن؟ لو ضربت الاي ده في العرض اللي هو اللين ويدث على الاثنين يديك المسافه الفيرتيكال دي. طب والويدث بتاع الشولدر لو ضربته برضو ايه في الميل بتاعه اللي هي ايه، هتبقى مثلا هنسميها اي شولدر. لو ضربت الويدث بتاع الشولدر في الاي بتاعها مش يديني المسافه دي، يبقى اذا لو انا جبت المسافه دي والمسافه دي ودي معايا، الاتش افريج هقدر اجيب الواي، ولو جبت الواي خلاص بقى معايا الان، الان اصلا جيفن، الواي حسبتها، الدبليو شولدر معايا، الان ويدث على الاثنين حسبتها، اذا لو جمعت الثلاثه ديستانس دي ودي ودي يديني الام، واقدر احسب الام واقارنها ايه، واقارنها بالام بتاعت الايكويشن، لو هي اقل هيبقى سيف، لو هي اكبر هيبقى ايه ان سيف.
حاجة زي دي ليفل أعلى شوية يعني، أدفانسد شويتين. المهم خلينا إيه نكمل دلوقتي، خلينا ناخد إيه، ناخد إكزامبل. بيقول لك إيه، بيقول لك the existing posted speed limit on a section of a highway is 90 km per hour. بيقول لك إن عند سيكشن معين في الهاي واي السبيد ليميت ب 90 km per hour. And studies have shown that the current 85 percentile speed is 110 km per hour. يعني ال 85% من الناس بيمشوا بسرعة 110 km per hour. If the posted speed limit should be increased to the current 85 percentile speed, what should be the increase in the radius of the curve؟ خلينا نتخيل ان ده الطريق الدائري. هو بيقول لك دي شبه الطريق الدائري جدا. هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان هو حاطط عامل بوستنج وقايل ان السبيد ليميت ب 90 و85% من الناس ماشيين بسرعه كام، 110 كيلو متر بالاور. هو بيقول لك لو انا خلاص عايز اغير، اخلي سرعه الطريق بدل ما هي 90 عايز اخليها 110، محتاج اعمل انكريز قد ايه في الكيرفات اللي موجوده؟ موضوع بسيط، انا معايا سرعه، الموضوع كان الكيرفات اللي على الطريق كلها كانت متصممه على سرعه ال 90، هحسب الار اللي هي موازيه لسرعه ال 90 كيلو متر بالاور، واحسب الار اللي هي بتاعت ال 110 كيلو متر بالاور. لو طرحت دي من دي هيديني الايه، الانكريز اللي المفروض يحصل ايه في الريديوس بتاع الايه، بتاع الكيرف. هو ده اللي بقوله، بحسب ار 1 دي يو سكوير ده 127 اف بلس الاي، الار دي 1 دي ب 90، الاف هنا هتلاقي الاف هنا هو مديها لك، بيقول لك الكوفيشنت اوف سايد فريكشن 0.15، وبيقول لك السوبر ديفيشن ريت 0.08. فهو مديك الاف ومديك الاي ومديك كل حاجه، فتقدر نحسب ار 1. الار 1 دي الار اللي هي مناسبه لسرعه 90 كم بالاور، اور احنا عايزين نرفعها ل 110، هاجي احسب الار بتاعت سرعه 110 حسبتها. لو طرحنا الاثنين من بعض اداني 136.9 متر. يبقى اذا انا المفروض ازود كل الكيرفات، كل الكيرفات اللي على الطريق ازود الريديوس بتاعها بمقدار كام؟ 136.9 متر. طب تعالى نكمل ايه السؤال بعد كده. بيقول لك ايه، بيقول لك what should be the increase in the radius of the curve that just adequate for the existing posted speed limit. هو مش عايز ايه غير السرعة اللي هي الادكوت للسبيد ليميت. طب خلاص تعالى ناخد ايه مسألة تانية. بيقول لك ايه، بيقول لك the radius of a horizontal curve on an existing highway is 750 feet. بيقول لك ان الريديوس بتاع هوريزونتال كيرف على الهاي واي ب 750 فيت، والسوبر اليفيشن ريت الاي ب 0.8، والبوستد سبيد ليميت ب 65 مايل بر اور. از از هازاردويس لوكيشن، هل السرعه دي مناسبه مع الريديوس ده؟ طب اعرف منين هي السرعه دي مناسبه مع الريديوس ده ولا لا؟ خلاص تعالى ناخد مثلا السرعه دي ونحسب الريديوس، اقل الريديوس بتاعها. لو لقينا ان اقل ريديوس مناسب للسرعه دي اكبر من الرقم ده يبقى ان سيف، اصغر يبقى سيف. جميل. ليه؟ هو بيقول لك طريق، الطريق ده السرعه اللي موجود عليه ب 65 مايل بر اور، هل دي سيف ولا ان سيف؟ خلاص تعالى نحسب الار مينيمم بتاعت السرعه دي. هحسب الار مينيمم بتاع السرعه اللي هي 65 مايل بر اور، اداني 1224.64 فيت. يعني اذا اقل ريديوس المفروض يكون على الكيرف يكون ب على الطريق ب 1224.64. طب الريديوس اللي موجود هنا قيمته كام؟ ب 750 فيت. طب ما 750 فيت دي اقل من الرقم ده، يبقى اذا ايه؟ اذا الار مينيمم اكبر من الار اكشوال، يبقى انا ايه؟ ان سيف. طب تعال نكمل بقيه السؤال. بيقول لك اف يس، لو هو ان سيف، وات اكشن دو يو ريكومند تو كوريكت ذا سيتويشن؟ ايه الاكشن اللي انا ممكن اخده عشان ريكومند السيتويشن؟ طبيعي جدا ان انا هقلل السرعه نفسها بحيث ان الار دي تقل، يا اما هزود الريديوس، الريديوس بتاعي بدل ما ان هو الريديوس اللي هو كان جيفن اللي هو بدل ما ان هو 750 هزوده، يا اما ان اخر حاجه هينكريز السوبر الفيشن، هزود الرقم اللي تحت ده، لانك لو زودت الرقم اللي تحت ده هتلاقي الار مينيمم نفسه ايه، يقل. طب خلاص كده ايه، خلصنا. تعالى نشوف هو عايز ايه تاني. دول اللي ايه الريكومنديشن. بيقول لك كالكوليت ذا ماكسيمم ديستنس ذات ا بيلدينج كان بي لوكيتد فروم ذا هاي واي. احسب لي اقصى ديستنس اقدر احط بيلدينج من الهاي واي. دي اللي هي الايه، دي اللي هي مثلا نسميها حرم الطريق او الام او اتفقنا عليها. طب خلاص تعالى نحسب الام. الام دي هتساوي، دي قلنا نسميها ار 1، ار 1 في 1 ماينس كوزاين 90 اس على باي في ار 1. جميل. ودي ايه الار 1. طب هل الار 1 معايا؟ لا، تعالى نحسب الار 1. الار 1 دي إيه؟ انا معايا الار بتاعت الطريق كلها اللي هي اللي موجوده حاليا اللي هي بكام؟ ب 750. حلو، دي الار بتاع الطريق. عايز احسب الار 1 اللي هو لحد سنتر لاين الحاره الداخليه اللي هي الار 1 دي. فالار 1 دي هتساوي ايه؟ ال 750 دي ماينس اللي هو ايه؟ نص الحاره اللي هي الجزء ده. فقلت خلاص، قلت هنا
قلت ال r دي اللي هي ال r واحد هتساوي ال r given minus اللين ويتس على الاتنين 750 minus 12 على الاتنين. اللين ويتس ده يا اما انا مديهولك يا اما هو الطبيعي بتاعه ب 3.65 متر او ب 12 فيت، دول ثابتين. فانا خدته ب 12 فيت على الاثنين فادتني ايه ال ار 1. طب حسبت ال ار 1 الاس ستوبنج سايد ديستانس والباسنج الاكبر، هو ما جابليش سيره الباسنج ولا ده تو واي تو لين، فما خلاص ما عنديش باسنج، يبقى احسب ستوبنج بس. ستوبنج كان بيرسبشن رياكشن ديستانس زائد بريكنج ديستانس اللي هي 1.47 بي في تايم في سبيد زائد يو نوت ماينس يو فاينل. القانون بتاعها كل اللي انا هعمله هعوض دايركت البي في تايم ب 2.5، السبيد هنا بايه ب 65 مايل بير اور، وهنا اليو نوت ب 65 اليو فاينل ب 0 على 30 الاف اي اوفر جي. عوضت بالكلام ده دايركت اداني ايه؟ اداني 643.77 فيت. دي ايه؟ دي الستوبنج سايد ديستنس اللي هي ايه؟ تعتبر ايه؟ الرقم ده اللي هو الاس. طب خلاص تعالى نحسب الام. قال لك الام هتساوي ار 1 في 1 ماينس كوزاين 90 اس على باي ار. هنعوض بالكلام ده دايركت اداني ايه؟ 68.55 فيت. يعني اذا اي مبنى هنحطه ما ينفعش ايه يقرب عن 8، يعني حرم الطريق بتاعي او اي بيلدينج ما اقدرش الوكيت اي بيلدينج في ديستانس لازم من بعد 68.55 فيت. وشكرا جدا لاستماعكم.